المستثمرين كما قلت إذا أثبت إنه عنده دخل وإنه بيسافر بيروح وبيجي كتير، وطبيعة عمله إنه بتسمح له إنه هو يسافر أو مضطر إنه يسافر ويروح ويجي، طبعا له حالات استثنائية خاصة. وطبعا الأرجنتين ممكن أقول لكم يعني إنه فيها قوانين كثيرة وقوانينها بحر، ولذلك عن طريق الخبرة نتعلم كثيرا دائما من كثرة التجارب التي تمر علينا، ونحن نعطيكم هذه المعلومات ببساطة وسهولة. طبعا في ناس بتفكر، بركز على نقطة محددة، بتفكر إذا أنا أقمت سنتين بعد سنتين باخذ جنسية. لا، مش بعد سنتين، بعد سنتين يحق لك التقديم على الجنسية. بعد سنتين يعني أنت سنتين بتقيم تشتغل فيهم، عندك عمل تدفع فيهم ضرائب، وبعد سنتين يحق لك التقديم إلى ملف الجنسية. أنت متزوج، ما يحق لك بعد الزواج أخذت دفتر عقد الزواج يلا روح أقدم على الجنسية. شو انت جاي تضحك علينا؟ مش تضحك علينا، لا، انت بتتزوج وبتشتغل سنتين، وبعد ما تشتغل سنتين بيكون عندك عمل، ممكن سنة، ممكن سنة لانك متزوج ارجنتينية، اذا عندك عمل وبتدفع ضرائب خلال سنة يحق لك تقدم على ملف الجنسية. وممكن بعد زواجك بعد اشهر ممكن تقدم طلب للملف الجنسي، ولكن لا انصح بها، لانه اذا انت قدمت الطلب كشفت نفسك انك انت جاي تتزوج وتاخذ جنسية وتمشي. فلذلك انا بنصح اللي بيتزوجوا او اللي عندهم طفل ارجنتيني ما يقدموا على الجنسية بعد ما يجيهم الطفل باول شهر وثاني شهر، او بعد ما يتزوج ثاني شهر ثالث شهر، يروح يشتغل يدفع ضرائب على الاقل شهرين ثلاثة اربعة اشهر وبعدين يقدم على الجنسية، والا بيكشف ملفه. اوكي، وهن مانن الاغبياء، بيتحروا بيتاكدوا. هذا بالنسبة للمقيمين داخل الارجنتين، مش اللي بدهم يسافروا ويروحوا ويجوا واستثمار وغيره وغيراته. المستثمرين واللي بده يشتروا عقارات واللي بدهم يقيموا في الارجنتين، طبعا في لهم قوانين مختلفة جدا. وطبعا المستثمر هون في حالة خاصة لهم، المستثمر بالنسبة له كمستثمر طبعا اكيد لازم مستثمر اذا بده يعيش بالبلد يكون عنده محامي خاص. مش معقول انه مستثمر ما عنده محامي يدير شركاته او يدير مصالحه التجارية او يدير اشياء. فهون بهي الحالة محامي الاستثمار هو بيقول له على الشروط المطلوبة لاستوفاء الشروط التي يحتاجها لتقديم ملفهم. أنا عم بحكي بالنسبة للدراويش، للفقراء، وأنا مع الفقراء ومع الدراويش الذين هم حالاتهم البسيطة بغض النظر عن المستثمر. أنا بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للأشياء الأخرى وبالنسبة للأوراق التي يمكنك أن تقدمها وتدعم فيها ملفك شرحتها تقريبا بشكل عام. ولكن إذا أحببت متابعيني ومشاهدين أن أشرح لكم أي شيء آخر يمكنكم أن تراسلوني في التعليقات بالنسبة لهذا الموضوع. ولكن في شغلة أخرى أنا حابب أن أقولها، ليس تكبر ولا تجبر، ولكن هي عبارة عن خبرة قلناها، يعني نحن تعبنا حتى حصلنا على هذه المعلومات. في حال وصلت أعداد المشاهدات عندي في هذا الفيديو إلى ما يقارب، مش في الفيديو هو في القناة، إلى ما يقارب مليون مشاهد أو في صفحتي في الفيسبوك، سوف أقول لكم معلومة مهمة جدا جدا وأنشرها عن طريق اليوتيوب. هكذا سوف أضمن أنهم لن يغلقوا لي القناة بسبب الورقة. ما هي الورقة الأساسية التي تدعم ملفك ولا يمكنهم رفض الملف وعطائك الجنسية بسرعة؟ في حال تم الوصول إلى هذا العدد من المتابعين وتأكد أنهم لن يقومون بإغلاق صفحتي، ولو أغلقوا صفحتي على الأقل تكون المعلومة قد وصلت لأكثر من مليون شخص، أقوم بإبلاغكم عن هذه المعلومة أمام العلن وأمام الجميع. ما هي الورقة التي تدعم الملف لملف الجنسية، وما هي الأوراق المطلوبة للمستثمرين والأجانب الذين يريدون الدخول والخروج بحرية بدون الإقامة سنتين متواصلتين لكي يستطيعوا الحصول على الجنسية؟ ولكن هذه حالات خاصة، الحالات العادية النورمال تكلمنا عنها طبعا. وقلت لكم بالبداية الرياضيين والفنانين والمستثمرين لهم وضع خاص ولديهم تسهيلات أخرى، ليس كما حال الدراويش الغلابة المستضعفين الذين لديهم طفل أرجنتيني أو لديهم زوجة أرجنتينية أو لديهم شخص آخر. في حال إذا كنت أنت عندك زوجة أرجنتينية وطفل أرجنتيني ومستثمر أو عندك صاحب عمل، هذا يدعم ملفك أكثر وأكثر. كل ما تزيد الأوراق تدعم ملفك. الأرجنتين دولة أوراق، الأرجنتين دولة أوراق، فملفك إذا كان مدعوم من البداية صح بالمستندات والأوراق المطلوبة ومقدم بطريقة صحيحة، تستطيع أن تحصل على الجنسية خلال 6 أشهر من بعد سنتين إقامة.
في ناس أخذتها بستة أشهر، في ناس أخذتها بثمانية أشهر، في ناس أخذتها بسنة، في ناس سنة ونصف. يعني ممكن سنة سنتين ونصف تأخذ الجنسية، يعني ممكن سنتين و 8 أشهر، وممكن 3 سنوات، ممكن 3 سنوات ونصف. أنت حظك الماكسيموم بتاعها 3 سنوات ونصف إذا كانت أوراقك مقدمة بطريقة صحيحة ومقدم الملف بطريقة صحيحة. أرجو التأكد وسماع الفيديو بشكل جيد من البداية إلى النهاية حتى لو كان طويل، ولكن هذه المعلومات تفيدكم. وأركز وأؤكد مرة أخرى، لا تحتاج لا محامي ولا تحتاج إلى معقد معاملات أو مسير أو حد يساعدك، فالمعاملة مجانية 100%. أوكي، فقط في حالات خاصة للناس، في ناس عندهم مثلا مرض صحي لا يستطيعون الذهاب والعودة إلى المحكمة، لا يستطيعون المراجعة، ممكن أن يضعوا توكيل لشخص يروح يتابع لهم الملف، أو يمكن يضعوا محامي لكي يتابع لهم الملف، وفي محامين مجانيين طبعا لهذه الأمور، للأوضاع الصحية، الكبار في السن، المريضين الذين لديهم أمراض لا يستطيعون الذهاب والخروج. وأغلب هذه المعاملة يمكنك متابعتها طبعا عبر الموقع الإلكتروني، عبر الإنترنت، وتشوف ملفك فين صار وكيف ممكن تحصل على المعلومات الأكثر بالتواصل عن طريق موقعهم الموجود هنا اللي صورت لكم إياه. أصدقائي وأحبابي ومتابعيني، مرة أخرى أقول لكم وأقول للجميع، أرجو أن لا نكون أطلنا عليكم بهذا الفيديو. أي معلومات، أي شيء تحتاجونه، يمكن مراسلتنا ووضع الأسئلة في التعليقات. ولا تنسوا الاشتراك، وضع اللايك والإعجاب بالقناة لكي يوصل إلى عدد، ومشاركة الفيديو لكي يوصل إلى أكبر عدد من الناس، لنعطيكم المعلومة النهائية في جزء ثاني من هذا الفيديو، كيف الحصول على الجنسية الأرجنتينية بأسرع وقت، لكي تصل المعلومة للجميع في حال وصلوا عدد، وتساعدنا يوصل عدد مشاركينا ومتابعينا إلى 1,000,000 مشترك، لكي لا يتم تسكير القناة، لأنهم سوف يفكرون أنني أشجع بعدين على الهجرة إلى الأرجنتين، ولكل الناس تأتي تأخذ جنسيتها. ولكن أنا أعطي معلومات بشكل عام، أنا لا أشجع كثيرا، أنا أقول بشكل عام، ولكن تعرفون الوطن العربي وكل العرب يفكرون دائما بجنسية أخرى. أنا أعطي هذه المعلومات لكي تستفيدوا وتعتمدوا على أنفسكم، ولا تقعوا ضحايا نصب واحتيال ناس تستغل هذا الموضوع، لأن المعاملة مجانية يمكنكم تقديمها بنفسكم. وأرجو أن لا تنسونا من دعمكم، وشكرا لكم، وإن شاء الله ننتظركم في الفيديو القادم من الجزء الثاني من هذا الفيديو، كيف يمكنك الحصول على الجنسية عندما تصل أعداد المشاهدين والمتابعين والمشاركين إلى المبلغ المطلوب، ولكي ننشره أمام الجميع ولكي تصل المعلومة للجميع. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا أصدقائي، في نقطة مهمة جدا لازم أوضحها. طيب، بالنسبة للاجئين، هل يحصلون على الجنسية؟ طبعا يحصلون على الجنسية حتى لو كانوا بإقامة مؤقتة اللي هي البريكارة تاع اللجوء. في ناس كثير بتشتغل عمل وعندها عقد عمل وموظفة عن طريق البريكاريا، وبناء عليه تقدم على الجنسية وتحصل على الجنسية مباشرة من اللجوء مباشرة إلى الجنسية. لاحظوا حركة إصبعي، من اللجوء إلى الجنسية بدون ما يحصلوا على بطاقة مؤقتة، يعني بدون ما يحصل على الإقامة الدائمة أو البطاقة المؤقتة، يعني بتجاوزا مباشرة. السبب إنه كونه كان عنده بطاقة اللجوء هي عادي ممكن يحصل عليه، ولكن العامل الأساسي اللي هو العمل إنه موجود ودفع بعدها عن ملفه. وطبعا كمان بالنسبة للأجانب اللي ما عاملين لجوء، اللي عنده البطاقة المؤقتة بريكارية من دائرة الهجرة الأخرى، يحصلون طبعا. في ناس كثير إذا عندك عمل مباشرة بتقدم ملفك بالبريكارية وبالباسبور بدون البطاقة الدائمة. طبعا الآن آخر فترة هم شددوا بعض المحاكم، لأن هي أنت حظ ملفك تاخده محكمة، بعض المحاكم تقبل انه ملفك بالبريكاريا، في بعض ما حكيت لك لا، لازم بطاقة دائمة لحتى لتقدر تقدم ملفك. فلذلك انت من البداية اذا بتعرف تقدم ملفك صح، وبتعرف مين اللي يرشدك وياخذ لك ملفك يقدم لك اياه بطريقة صحيحة، والمعلومات اللي اعطيناكم اياها كيف بتقدموها صح، حيقبلوا ملفك. اذا بيروح معك شخص ومحامي بيشوفوا معك شخص ومعقب معاملات وشخص بده يسر لك امورك وفلان معك، وعلى اساس انه عم يترجم لك انه مانن اغبياء، حيعرف انه هذا الشخص اخذ منك فلوس وعم يشتغل لك، حتلاقي بياخذوا منك الملف ولكن بينيموا لك اياه. مشان شو؟ مشان ما تفكر حالك انه انت بفلوسك او انك جايب معك محامي او دافع لفلان حتمشي امورك، لا، قدم ملفك بنفسك واعتمد على نفسك. وبالنسبه مثل ما قلت لكم للاجئين كمان بيحصلوا على جنسيه حتى لو كانوا، انا في كثير ناس هنا موجودين عاملين لجوء وهن بلادهم ما فيها حروب،
ما في حروب، ما بدي اذكر شو اسم البلاد، وحصل على الجنسية من اللجوء، وكان ملفهم قيد الدراسة، يعني ما وافقوا على اللجوء، حصلوا على الجنسية من اللجوء من بطاقة المؤقتة قيد الدراسة، ملفهم باللجوء إلى الجنسية مباشرة، لأنهم بس عم بيعملوا عمل أبيض وبيدفعوا ضرائب ومسجلين بعقد عمل نظامي، هذا هو العمل الأبيض. فلا تضروا أنفسكم تشتغلوا عند العرب بعقود بدون عقود عمل، لأنه ما راح تحصلوا لا على إقامة ولا على جنسية، وحتتبهدلوا وحتكونوا عم تاخذوا مرتبات قليلة. نصيحة لوجه الله، وأرجو أن نكون قد أمتعناكم بهذا الفيديو، والسلام عليكم.